بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن اختيار مقدم الرعاية الطبية المناسب لرعاية الحمل أثناء فترة الحمل عند المرأة الحامل. طبعا ستجتمعين مع مقدم الرعاية الصحية أثناء الحمل عدة مرات قبل الولادة، ولذلك فعليك التأكد من أنه يتحلى بسمة جيدة وأنه يستمع إليك ويحترمك بشكل جيد أثناء تقديم أي نوع من أنواع المشاكل الصحية أثناء فترة الحمل. وأيضا كما يمكنك أيضا معرفة إذا كان الطبيب أو الممرضة يمكنهم أن يقومون بتوليدك في المستقبل في المكان الذي تختارينه. وأيضا إذا كنت مثلا تريدين أن تكون الولادة في مستشفى خاص معين أو في مركز ولادة معين، يجب أيضا عرض هذه الأفكار على الطبيب المختص أو مقدم الرعاية الطبية المناسب. وأيضا ننصح في اختيار طبيب مختص في هذا المجال كي يقدم نصائح طبية واستشارات طبية لحل بعض المشاكل التي تتعرض إليها الحامل في تلك الفترة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.